قائمه الموسم الجديد. قائمه الموسم الجديد ليه عايز اتكلم على القائمه؟ ناس كتيره متخوفه من اول ما طلع خبر امبارح اعاره احمد عبد القادر لنادي قطر القطر. الناس عم تقول لك عبد القادر خرج، اليو ديانج خرج، أيوة. كريستو خرج، موديست مشي، محمد عبد المنعم احتراف في نيس الفرنسي، بيرسيتاو يخرج او مش هيخرج. طب القائمه فين؟ ما احنا كده بنمشي العمود الرئيسي للفريق. لا، الناس لازم تعرف كويس جدا ان قائمه النادي الاهلي اللي هتتسجل باذن الله عشان ماتشات دور التمهيد لدوري الابطال، ماتش السوبر امام الزمالك باذن الله، لن تقل عن 30 لاعب. الصفقات اللي تمت في الموسم الماضي انت بتتكلم على امام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، وكمان كان في مين تاني؟ وسام ابو علي. وسام ابو علي، ادي ثلاث لعيبه. لما تضم عليهم كمان يحيى عطيه الله وتضم عليهم يوسف ايمن باذن الله، محمد علي بن رمضان، على كمان صفقتين من الدوري المصري، بتتكلم ان انت في خلال سنه ونص جبت 8 لعيبه. خرج كام من القايمه؟ 4-5 بس انت قدرت تعوض، فبالتالي مش هيبقى في ازمه في القايمه. مركز حراسه المرمى عندك 3 على اعلى مستوى هم احسن حراس في مصر، سواء الشناوي او مصطفى شوبير او حمزه علاء، وجاي كمان من بعيد مصطفى مخلوف. عندك في الجبهه اليمنى في محمد هاني، خالد عبد الفتاح، في عمر كمال عبد الواحد. عندك في الجبهه اليسرى خلاص اتضميت دلوقتي يحيى عطيه الله لولا اصابه كريم فؤاد، وعلي معلول موجود، وعلي معلول موجود، بس لسه هنشوف موضوع قيد معلول في القائمه دي ولا هنتوجه ليناير. عندك في نص الملعب في قفشه، في مروان عطيه، في امام عاشور، في اكرم توفيق، عندك حسين الشحات، السوليه، السوليه كمان، عندك حسين الشحات، عندك رضا سليم، عندك احمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان على فكره هيجي هيبقى جناح، مش هيبقى في نص الملعب، هيبقى جناح لان هو خيار كولر شايفه في منطقه الجناح، وامبارح على فكره كان بيلعب في دوري اوروبي، كان بيلعب في الجناح، ما كانش بيلعب لعيب خط وسط، فلاعب مهم جدا. وان كان بطريقه مارسيل كولر انا اقدر اقول لك من دلوقتي هيلاعب امام عاشور ومحمد علي بن رمضان في نص الملعب بادوار هجوميه في ناحيه الاجنحه، عشان هو بيستخدم امام عاشور في الناحيتين في اكيد ليه فكر. اتصور يعني اتصور كمان يعني هو هيستخدمه جناح وممكن يستخدم امام عاشور كمان كجناح، أكيد بس يعني وقفشه بيستخدم وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، الهواري الاسبوع اللي فات قال كهربا هيمشي، والنهارده العراقي قال انا بقول لك كهربا 50-50 مش مؤكد انه يمشي. يعني بعد ما مشي كويس برده ممكن الدنيا تختلف يعني، ولو ما لقوش مهاجم محلي كويس. بص، كهربا وقفشه تحديدا قرار رحيلهم عن النادي الاهلي رغم ان كان بيتقال بنسبه كبيره ان هم ماشيين بنسبه 100%، انا بقول لك بعد نهايه الدوري يوم السبت وفي خلال اسبوع 10 ايام هتلاقي اخبار كتيره بتقول ان الاثنين مكملين. هايل.